أصدر قادة فصائل تابعة لإيران في سوريا رفع الجاهزية استعدادا لأي تطور نتيجة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. نار حرب مستعرة في جنوب لبنان أشعلتها إسرائيل بتصعيد قصفها لليوم الثالث على التوالي، مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بينما هناك ترقب لمشاركة فصائل تتبع لإيران في سوريا لمساندة حزب الله. فصائل عسكرية من قوميات مختلفة سورية وعراقية وأفغانية وباكستانية وحدتهم أيديولوجية معينة، ومولهم طرف واحد وهو الحرس الثوري الإيراني في حالة جاهزية واستعداد في سوريا تراقب عن كثب من يجري في جنوب لبنان وتنتظر أوامر للتحرك. أوامر صدرت من قادة هذه الفصائل برفع الجاهزية القتالية ووقف الإجازات واستدعاء العناصر الذين كانوا في إجازات، إضافة إلى أوامر أخرى بضرورة إرسال تقرير يوضح النقص في الذخيرة لدى العناصر، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. فيما تواردت أنباء سحب حزب الله اللبناني مجموعاته القتالية من مقاره في مدينة تدمر ومحيطها وريف حمص الشمالي والغربي وتسليمها لعناصر فاطميون الأفغانية، مع إبقاء بعض عناصر حزب الله في بعض النقاط والمراكز. وكانت صحيفة هارتس الإسرائيلية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40,000 مسلح أتوا من دول عدة بما في ذلك العراق واليمن وسوريا، ويتواجدون قرب مرتفعات الجولان، مشيرة أنهم ينتظرون إشارة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للانضمام إلى القتال. الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه على الرغم أن من رصدوا ليسوا مقاتلي نخبة، إلا أن وجودهم في هذه المنطقة مثير للقلق، وإذا لزم الأمر سيتحركون تجاه سوريا أيضاً. ينضم إلينا من كركوك علي المعماري، خبير أمني وسياسي. أهلا بك أستاذ علي على شاشة اليوم. نتحدث عن أوامر صدرت من قادة فصائل تابعة لإيران في سوريا برفع الجاهزية، هل يمكن أن تلعب هذه الفصائل دورا فيما يحصل في جنوب لبنان؟ بداية تحية لك ولمشاهدي قناة اليوم الكرام. سيدي الفاضل، أهلا بك. اليوم جميع الفصائل المنضوية تحت محور المقاومة في وحدة الساحات، تحركها وحركاتها التعبوية وفي وسائط نقلها هي تحت معضلة، وهذه المعضلة هي التفوق الجوي الإسرائيلي على سماء المعركة بالشرق الأوسط بشكل عام، وعليه يعني أنا أعتقد ليست سهلة بهذا الترتيب. أنا كعسكري كان رأيي اللي أشوفه الأجدر حاليا هذا السوق والتحرك وانتظار الأوامر وهذه التحشدات والتجمعات هنا وهناك، هذه خطأ. أنا أعتقد يعني هذه كل الموجودين حتى لو كانوا 40,000 50,000 كان بإمكانهم الحدود مفتوح ويدخلوا على شكل متطوعين مجاميع إلى لبنان دون استهدافات ودون يعني نوع من السرية، نوع من الخدعة، لأن هذه هي عوامل اللي تساعد على التنقل في هذه الحالات اللي تكون فيها القدرة الجوية والتفوق الجوي للجانب المعادي نقول عليه. ولكن اليوم بهذا الترتيب أنا أشوف شوية الوضع ليست سهلا وتكون صعبا وتكون التنقل أمامه كثير من العوائق بهذا المفهوم اللي هم يشوفوه حاليا. طيب أستاذ علي، كنت تذكر في بداية حرب غزة يعني قبل عام تقريبا كان هناك دور حيوي أكثر لهذه الفصائل كانت تستهدف قواعد أمريكية، اليوم ما الذي يعني مثل ما يقول كبح هذه الزخم، هذه الاستهدافات من قبل فصائل إيران؟ يعني هل نتحدث إذن سيكون دورها ربما اليوم أي حركة بسيطة فقط لذر الرماد في العيون؟ والله سيدي الفاضل، اليوم الجميع أمام أمر واقع وأمام امتحان وامتحان عسير. يعني اليوم نحن أيضا ننتظر ونرى مثل ما تفضلت، يعني حاليا ما تقوم به إيران
بهذه التسريحات، ما تقوم به إيران بهذه الوضع اللي نشوفه، هل هو ذر رماد للعيون؟ هل هو هناك مخادعة مرتقبة سنراه بالأيام القادمة؟ أو هناك تفاهمات من خلف الكواليس مع السياسة الأمريكية بهذا الجانب؟ أو هناك وساطة ما بين السياسة الأمريكية والإيرانية من أطراف أخرى؟ يعني احنا نعرف كثيرا كان هناك وساطة في هذا الجانب في عمان ما بين السياسة الأمريكية والسياسة الإيرانية، فلا ندري ما الذي سيحصل مثل ما تفضلت، ولكن سنرى الأيام القادمة ما يؤول إليه. ولكن أنا قلت لك، لحد هسه التفوق الجوي الإسرائيلي، وهناك استدعاء للاحتياط الإسرائيلي ب10,000 جندي إلى شمال الكيان الصهيوني، إلى شمال إسرائيل. ولكن أنا هذا الترتيب وهذا التحركات بهذا السوق الميداني أنا أشوفه تحت الغطاء، مو تحت الغطاء ولا تحت التفوق الجوي الإسرائيلي، هذه لا تجدي أنا أعتقد نفعا، لأنه إحنا كان عندنا تجارب بحربنا ب90 و1990 و2003 مع الأمريكان، وإحنا أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة، كان هناك لنا إدارة معركة دفاعية بالتسعين ضد دول التحالف وخاصة أمريكا، وخسرنا بيه حقيقة. ورجعنا ب2003 درنا إدارة معركة دفاعية خاسرة ضد الأمريكان أثناء توغلهم واحتلالهم البلد، ولكن كانت هذه الخسارة في إدارة المعركة الدفاعية ضد الأمريكان كثير من المفاجآت التي خلفها هذه المعركة الدفاعية الخاسرة، والتي أنتم ونحن نرى ما جرى حاليا وما موجود في العراق. طيب، يعني هو ليس جديدا اصلا على الفصائل التابعه لايران ولا حتى لايران ان هناك تفوق عسكري جوي لاسرائيل في المنطقه، وحتى شاهدنا كيف الضربات الاستخباراتيه والامنيه كانت قويه بالنسبه لحزب الله عندما فجرت اجهزه بيجر واجهزه لاسلكيه اخرى، يعني وخرق امني كبير، تقريبا تم اغتيال قاده، كل القادة أو يعني جل كبير منهم في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. إذا هنا هل يعني بغض النظر عن هذا التفوق العسكري والاستخباراتي، هل ستقف هذه المحاور والفصائل واقفة تتفرج ونحن نتحدث عن وحدة الساحات؟ سيدي الفاضل، أنا أقول لك صراحة، يعني هي بعد 2006 حولوا على الصواريخ، بعد 2006 هم يعرفون بأنه التفوق ما موجود جويا كمواجهه ضد اسرائيل، اشتغلوا على الصواريخ وبمدايات مختلفه، ونشوف اليوم اخر صاروخ اليوم قادر واحد هو الباليستي باسرع ما يمكن ضربوها، واعترضوها الاسرائيليين بالقبه الحديديه او بمقلاع داوود مثل ما يقولون. ولكن انا لا اعتقد، انا بصراحه اقول لك يعني يتفرجون، هذه جدا جدا صعبه. يعني اليوم ايران امام محك، ايران هي بالدرجه الاساسيه امام محك، يا اما ان تتخلى عن حزب الله وهذه الفصائل كلها مثل ما تفضلت انت ستدخل ذر رماد للعيون، يا اما تقدم نفسها وتدخل بهذه، ما نقول عليها المعركه، نقول عليها المعمعه، ودخولها هي تعرف يعني هسه ايران في موقف احلاه مامور. ليش؟ اذا ما يدخل فقدت المصداقيه وانتهت المحاور ووحده الساحات، هي ظلت وحدها وراح فريسه سهله. في نفس الوقت عزيزي الكريم، في نفس الوقت تسمعني؟ اسمعك، تفضل استاذ علي. في نفس الوقت اذا تدخل هي مباشر ما تقدر تدخل، الموقع الجغرافي بعيد، وهي ما عدا تفوق جوي معناته قطعاته باي شكل من الاشكال ستنضرب على الارض من الجو، وحتى الامريكان سيشاركون، وهناك دول من قبل 10 ايام هددت، قبل اسبوعين هددت ايران، قالت تضرب اسرائيل احنا راح نشارك، هم فرنسا وايطاليا، فذولا كلهم مشاركين سيشاركون بهذه المعركة، ما معناته إيران لا تشترك ولكن تستخدم أذرعها.
لكن حتى يعني بدأ واضحا اليوم إيران، يعني مع قبل يومين عندما بدأت إسرائيل بشن هجمات كبيرة جدا، يعني 1300 غارة جوية في يوم واحد على جنوب لبنان، كان الرئيس الإيراني يتحدث عن مصالحة مع الغرب ويتحدث عن إحياء مفاوضات الاتفاق النووي. إذن هل تعتبر هذه رسائل لأذرعها أو هذا المحور أنما قاتلوا بأنفسكم؟ أو كما يقول حزب الله أن إلى الآن هم ليسوا محتاجين إلى دعم أو مساندة من إيران. سيد الفاضل، ليس محتاجين. هم يقولون إحنا عندنا حاليا 100,000 صاروخ. حزب الله يذكر هذا، ولا يزال فعاليات الصواريخ بدأت يعني تشتغل حاليا، يعني القدرة الجوية الإسرائيلية مقابلها موجود الصواريخ، ولكن لا زال الوقت مبكر. لا نستطيع أن نقيم الوضع مثل ما نسمع التصريحات. التصريحات أنا أعتبرها أكثر الأحيان تكون تبديل أدوار. فاليوم احنا لا نستطيع نقول، حتى شو اسمه مسعود بشكيان في تصريحاته لم يكن واضحا بشكل حقيقي، ولا هو متخليا ولا هو ماسكا على ما يقوله. يعني اكو نوع من انا اعتقد اكو نوع من اللغط في التصريحات، حقيقة لا نعرف جدواها ولا نعرف ما تحتويه. ولكن أنا قلت لك، هناك كان مفاوضات سرية في عمان ما بين السياسة الأمريكية والسياسة الإيرانية، ما نعرف شنو اللي تمخضت. يعني هل إيران تصدق بالغرب بعد 40 سنة وتبيع المحاور هذه اللي صرفت عليها مليارات الدولارات وشكلتها وهي اللي تقاتل نيابة عنها من أجل كسب الوقت وديمومة ترتيب وبناء مفاعلها النووي؟ فأنا أعتقد اليوم الوضع ليس سهلا، ولكن السياسة الإيرانية أمام أمر واقع، فهي حاليا أمام أمر واقع، هي محرجة، ولكن ما هي اللي ستدار لا نعلمها بشكل حقيقي ولا نستطيع نقول. يعني نعم أنا باحث وأنا محلل عسكري وسياسي، أنا ما أقول لك لا، ولكن هناك مثل ما يقول خايف وأمين، أكو مصداقية وماكو مصداقية. الأيام القادمة المعطيات الميدانية هي اللي ستعطينا الجواب الحقيقي. طيب بالنسبة للفصائل الموجودة في سوريا، تحدث فصائل تدعمها يدعمها الحرس الثوري الإيراني، فصائل عراقية، فصائل أفغانية، باكستانية، سورية، كل هذه الفصائل هل تنتظر أوامر من الحرس الثوري للتحرك ضد ربما تستهدف قواعد أمريكية في شرق سوريا، ولا ربما لا تستهدف إسرائيل أصلا؟ لأن هناك بعض التسريبات والمصادر الأمنية تتحدث في صحيفة إسرائيلية أن هؤلاء ينتظرون أوامر حسن نصر الله للتحرك. سيد الفاضل، اليوم كل 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 اللي تحدثت انت عليه يعني واردة. تنتظر اوامر يكون جايز. هذه الفصائل اذا تريد تضرب المقرات، الامريكان هسه حضروا نفسهم بهذا الجانب. الامريكان ايضا محضرين نفسهم، مسوي لهم بنك اهداف ويرتبون الامور، وعدم استطلاع جوي وكذلك عدم مصادر استخبارية جويا بشكل دقيق. يعني هناك استحضارات وسبق نظر موجودة. ما معناته أنا أعتقد اليوم تحشد هذه الفصائل بهذه العدة على الحدود ليست صحيحة، لأنه راح يدخلون ضمن بنك الأهداف، وهذا سيأثر عليهم ميدانيا كقوة قدرة قتالية سلبا، كمعنويات تأثر عليهم. ما معناته يعني لا أتوقع يفلحون بضرب المواقع الأمريكية والقواعد الأمريكية. وتحركات من الآن بهذا الإعلان كانت خطأ، لأن هذا التفوق جوي معناه التفوق الجوي الإسرائيلي الأمريكي راح يتدخل. يعني أنا أسأل سؤال بس، يعني هيك يا شكل أقول للأمريكان، إذا ضربوا بطائرات الـ F-15 والـ 16 والـ 35 هذه التحشدات باسم إسرائيل، من هو الذي يستطيع تمييز هذه الطائرات اللي هي موجودة بالسماء؟ ولا سيما جميع الرصد والتفوق الجوي هو بيدهم حالياً.
الامريكان والاسرائيليين، من هو اللي يقول يعني ما معناته؟ وحتى الدول التحالف الموجوده بالشرق الاوسط ايضا تقدر تضرب هذه التحشدات. انا اعتقد التحشدات هذه يعني شوف اكو نقطه جدا مهمه اريد اقولها، شوف انها تبين، مثل ما يقول الاجراءات المؤسساتيه للدوله ولا دوله، الدوله ولا دوله. يعني اليوم هذه التصرفات انا اعتبرها لا دوله، يعني معذره ما ما يكون. يعني انا اجي بهذه التحشدات وانا ما عندي تفوق غطاء جوي واقف على الحدود السوريه، نعم انا اسمع سوقيا هناك جولان وجولان هناك مناطق فارغه ومتموجه قد يكون من يبدي الهجوم من هناك حتى تكون ثلاث محاور ضد اسرائيل، هذه نعم صحيحه تكون، ولكن ان تكون تحتاج الكثير، اولها التفوق الجوي، اذا ما تفوق جوي يفترض هذول دخلوا لبنان طيب او يدخلوا لبنان على شكل مجاميع سريه طوعيا ولا حد يعرف بهم، اما الاليات وغير الاليات تقدر تدخل هذه المناطق بحدود مفتوحه وما يقدرون يرتبوها. طيب اشكرك جزيل الشكر من كركوك علي المعماري خبير امني وسياسي.